لسه فريق الجدعان في ابراج البنك الاهلي المصري العملاقه المطل على اجمل مشاهد نيل القاهره عشان نقابل مجموعه امناء الاستثمارات المختصين بالاستثمار المباشر في جميع القطاعات اللي بيستهدفها البنك الاهلي المصري لتنميه اصوله. طبعا ده من خلال مجموعه من النظم والمبادئ والقواعد اللي بيلتزم بيها البنك لإدارة وتشغيل أنشطته الاستثمارية وبما يتوافق مع ضوابط البنك المركزي المصري. دلوقتي هنقابل السيد كرم صلاح الدين رئيس مجموعة الاستثمار في البنك الأهلي المصري واللي هيشرح ضوابط الاستثمار اللي بيلتزم بيها البنك وأسباب التخارج من حوالي 14 شركة استثمارية سواء بيشارك فيها بنسبة أو أنشأها أو استحوذ عليها. طبعاً ده في إطار منظومة متكاملة لتحقيق التكامل بين الاستثمارات المباشرة بالبنك والشركات بهدف التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم جميع الصناعات. ركزوا معاه. عندنا أصول كبيرة جداً وعندنا تكلفات من الدولة بإعادة استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل. كيف نفكر في هذا الأمر؟ كيف يمكن أن نعيد الرونق لهذا الاستثمار الجاد جداً اللي البنك الأهلي استحوذ عليه أو أنشأه من الأساس؟ هنتكلم طبعاً أكتر على الاستثمارات اللي هي المباشرة أو الاستثمارات اللي بتقول للبنك الأهلي من خلال عددين يتحول رأس مال أو مساهمات جديدة أو شركات اللي بينشئها البنك بالغرض اللي بيحقق الأهداف الاستراتيجية كبنك له دور قومي مع الدولة أو كبنك تجاري. كاستثمارات مباشرة بركز عليها أكتر للبنك الأهلي اللي هي في حوالي 160 شركة بتبقى إدارته من خلال لما ممكن بنعمل لها نوع من الهيكلة المالية في بعض الأحيان وفي هيكلة مالية وإدارية وبنساهم أو بنوجه في الاستراتيجية الخاصة بها في التشغيل. مثال على شركة الصعيد للصناعات الغذائية في بني سويف. ده صرح عظيم. وده الحمد لله الطاقات الإنتاجية تضاعفت أكتر من 4 مرات في خلال 3 سنين. لسه كنا بنفتتح مجمع الثلاجات العملاق ب 120 مليون جنيه مع الدكتور احمد عبد الحي رئيس مجلس الاداره. بالظبط ده كان جات ان البنك حول مديونيه راس مال، غير الاداره بالكامل، جاب لها خبير الخبراء زي دكتور احمد عبد الحي. قدر على مدار السنوات اللي فاتت بالسبورت او دايما بالدعم اللي كان بيحصل من البنك الاهلي من خلال غالبيه المساهمه في الشركه واعضاء مجالس الاداره الممثلين للبنك الاهلي، قدر يضاعف فيها الطاقات، قدر يخش في انشطه جديده زي نشاط الثلاجات او المخازن، وحاليا بندرس حاجات تانية كتيره مكمله للنشاط اللي فيه.